مدير الاعمال الاجتماعيه نمشي نفحط السلوز نهار هكا قريه تركمان نزد غد شهر زاويه محمد اكنار بدي الطفوله الحير كيندي ولكن نوز غد شهر باش نقيت سماج التعبئه التازور جميع المناطق يتجندي المغرب. مؤسسه مدير الاعمال الاجتماعيه حديثه العهد تلقى اعمال اجتماعيه انسانيه زي السنه الماضيه فتتمت المبادرات الانسانيه والخيريه دي نهايه العام. شرف كبير غنم بالزنيتاتي باش نصحح حنجاني مزيانا. منير قدي تركيا مش تسلم خيتي دي تركيا ذا العاد المنتخب الوطني المغربي قد سنت مبارع على ما اظن معروف تجمع خو مش نستلم عزن وزما دي حضر ارتباطات نس دائما تاع البطوله التركيه لكره القدم لكن سي اسم الجمعيه منير فونديشن دي اسم منير قاغهم بصحتكم الالبسيه بصحتكم الشواهد لان تغنكيش نطربوس الرياضي الزغط دي الناظور في اطار يعني الاطفال من جميع مختلف فئات الهشه باش نعاون نشجع اديران كره القدم وكره القدم الى جانب التعليم والتثبت التعليم يعني الدراسه ديال المدارس العموم لكن اهم حاجه هو الاخلاق والانضباط الاخلاق والانضباط ونيت كنش الممارسه الكره تعاون سيدي رب العالمين وتتشان اتقمش الدعاء اك منير اكيد جميعا جميع الاخوان يدوسين جمعيه احمد الزينخ نقراهم ثاني ثلاث سمان ان شاء الله ديجن بدايه لكن ديني مبادرات ان شاء الله ديس الاعوام المقبله ما علينا الا نفوز بفوز باش نعاون لان شي حوايج ويويا حفظكم الله وتبارك الله عليكم والسلام عليكم. في المنطقه وعلى الصعيد الاقليمي للتمييز امتيازات خاصه نظرا للانجازات التي قدمتها الجانب الاجتماعي وفي اطار تنويع انشطتها اليوم جاءتنا مفاجاه من اكبر المفاجات من احد اخواننا تلحاوي محمد المهجر والذي يكتسب روحا فعاله وضمير قوي وقلب حي حيث انه يفكر هذا الاخ منير حفظ الله ورعاه يفكر في القاعده يعني في الشباب طليعه الشباب كيف يتهيأ الشباب في المستقبل وغيرته على هذه المنطقة وعلى الشباب وعلى العامة المغاربة ندعو له بالتوفيق والشكر الجزيل والتقدير نيابة على نفسي وأصالتنا نفسي ونيات مع الإخوان جميعا وجمعية الوفاق تشكر الله وتمنه المزيد من الأعمال التي تنصب في إطار التنمية الاجتماعية التي نحن في أحواج إليها وفي أحواج إلى مثل هذه الكنوز القليلة. نسأل الله عز وجل أن يوفق في أعماله ونحن مستعدون كأرضية لتقبل كل مساعدات مهما كانت وخاصة المعنوية فيها التي ركز فيها أن على الشباب أن يكتسبوا نوع من الأخلاق فهذا فضل كبير ونشكر الله على هذه الخصلة ويعلم الإنسان مهما اكتسب من مكتسبات التي فارغة التي لا تملك أخلاقا إلى جانبها فهي فارغة المعنى. إذن الخلق أساس كل شيء والأسس هو التعامل والأسس هو الانضباط هو التنظيم هو الشكر لمثل هذه المساعدات التي تنصب على الإخوان بدون أن يعملوا أي شيء في اتجاه ما يكتسب. لذلك نشكر هؤلاء الذين هم بكل صدق بعيدا عنا ولكن نجدهم دائما أمامنا في هذه المجهودات وهو يعاني في يعاني كجاليه كمهاجر في الخارج ويفكر في اخوه الغريب الذي لا يملك شيئا في بلاده. اليس هذا جهد كبير؟ لذلك نشكرك يا اخي جزيل الشكر ونتمنى لك التوفيق وندعو لك واخوانك جميعا في هذه الجمعيه اعانكم الله وفقكم خيرا وحصنكم من كل بلاء وسوء واسبغ على نعمكم ظاهره وباطنه وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا شكرا لك على هذا العمل وجزاك الله خيرا. كيضم الحراس فريق الزاويه نتشكر مؤسسه منير خلينا وغنغدو سندانيتي نتشكر كيس محمد الحاوي نتشكر الطاس نتمنى ان شاء الله مولانا ني نرضع قفانا نضم شان الدوري ان شاء الله نتشكر الطاس جزاكم الله خيرا جميعا. الاعمال الاجتماعيه نتشكر مؤسسه منير للاعمال الاجتماعيه ونتشكر الطاس المبادره الرائعه ونتمنى ان شاء الله سي دار بنت يوفقنا ان شاء الله ونتمنى ذاك شان الحوايج نتمنى تشين دانيتي ديال الزواج ونتمنى يقز الحوايج نخص ان شاء الله نسيغي غا بزاف ونتمنى بويا مولا تشين شان حاجة ان شاء الله نتمنى تنك
ونشكرك نيوا كنيوا الطاس وشكرا والسلام عليكم. وعيش هذا رمى باطل. اللهم تأتي نفوسنا تقوى وتكلم نفوسك. اللهم سعد في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد سعادة في الرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وأمان من عذاب من سن الجنة. اللهم برحم موتانا موت المسلمين واشف مرضانا موت المسلمين. تحصنا بك يا مولانا فقنا يا رب هذا الوباء واصرف عنا يا ربنا واصرف يا رب رحمتك يا رب اسرع رحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك العزة عما يصفون.